الأسئلة الخمسة قبل أن نبدأ في الدراسة. Ibibazo bitanu mbere yuko twinjira mu somo. السؤال الأول لماذا ندرس التوحيد؟ Ikibazo cya mbere kubera iki twiga التوحيد. السؤال الثاني لماذا اخترنا دراسة هذا المتن في التوحيد؟ Kubera iki noneho ikibazo cya kabiri kibazo twiga iki noneho twatoranyije iki gitabo kari cyo twakwiga muri iri somo. لأننا طلاب والطالب لابد يسير على الطريق الذي خط لنا العلماء حتى نصل لما وصلوا إليه. Ni ngombwa yuko umunyeshuri wese agendera ku murongo w'abamubanjirije mu bamenyi kugira ngo abashe kugera aho bageze. السؤال الثالث ما هي الأصول الثلاثة باختصار؟ Ikibazo cya gatatu ese usulu thalatha ni iki mu ncamake? هي أسئلة القبر ما تسأل عنه في قبرك. Usulu thalatha icyo bisobanuye ni ibibazo bitatu ubazwa mu kaburi yawe. من ربك وما دينك ومن نبيك عليه الصلاة والسلام. Ni imana yawe ni iyihe ese idini ryawe ni iyihe ndetse n'intumwa yawe ni iyihe. ما الفائدة من الدراسة؟ ese ni iyihe inyungu dukura mu kubyiga ibi. الفائدة أننا إذا تعلمنا هذه الأصول الثلاثة وعملنا بها ودعونا إليها وصبرنا على العلم والعمل والدعوة نصنع هذا في الدنيا بإذن الله نجيب عن أسئلة القبر. inyungu dukuramo nuko iyo tubimenye tukabikoresha hanyuma tukabihamagarira abantu kubikoresha ndetse tukihanganira n'ibyaba birimo bitari byiza aha iki gihe tuba twageze ku ntsinzi yacu. على ماذا يحتوي هذا المتن؟ ese iki gitabo tugiye kwiga kigisha iki؟ يحتوي على المسائل الأربع. كريبة كوبي بزو مين وبس قام وكبري ياوي. علم وعمل ودعوة وصبر. كوبا كجيرا كوبا جيرو ممني كوبوسا كوبو هما جرباندي نو كوبو كوريشن دتسي نو كوي هانغا. الثاني المسائل الثلاثة أنواع التوحيد الثلاثة. إيش إيش أكابيري ني إيبي بزو بيتاتو توحيد كوزيري مبغو كوبو تاتو. الثالث لماذا ندرس التوحيد؟ إتجاهت تونو كويري تقيقة توحيد كان قوسة إيوه كمان. الرابع شرح الأصول الثلاثة أسئلة القبر. هاي يوم إتجين إتجاهت تونو نو كوبات قاش طبعا نرى إبي إبي رابي بزو بيتا تبص قري مو قبري. ثم خاتمة الكتاب. هاي يوم تقصوز جيتا ومو قصوز جيتا. والله أعلم.